مباركة مملكة الآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. بسلام إلى الرب نطلب. كيريا السلام الذي من العلا وخلاص نفوسنا إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل سلام كل العالم وحسن ثبات كنائس الله المقدسة واتحاد الجميع إلى الرب نطلب. كيريا والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين إلى الرب نطلب. كيريا أركنا ثيوفيلوس إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. من أجل أبينا ورئيس أساقفتنا خريستوفوروس. إسبولايتي ذاسبوتا. والجمال المكرمين والخدام في المسيح وجميع الإكليروس والشعب إلى الرب نطلب. كيريا من المحفوظين من الله وكل بلاطهم وجنودهم ومؤازرتهم في كل عمل صالح إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل هذه الكنيسة المقدسة وهذه المدينة وجميع المدن والقرى والمؤمنين الساكنين فيها إلى الرب نطلب. يا رب رحم. بأعتدال الأهوياء وخصب الأرض بالثمار وقاد سلام إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل السائرين في البحر والمسافرين في البر والجو المرضى والمضنين والمغتربين والمهاجرين والأسرى وخلاصهم إلى الرب نطلب. يا رب رحم. من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب. كيريا إليسون. أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم. بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. لا
لقد رسمت علينا نور وجهك يا رب بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أعطيت الذين يتقونك علامة ليهربوا من وجه القوم. Τες πρεσβείες του Θεοτόκους ότες σώσον ημάς. صعدت إلى العلا وسبيت سبيا. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أعطيت الذين يرهبون اسمك ميراثا يا رب. تس بريسفيس تثيوتوكوس اوتر سوسون إيماس. للآب والابن والروح القدس الآن وكل آن وإلى دهر الداهرين آمين. بشفاعة والدة الإله يا مخلص خلصنا. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسن أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا ليسن بعد ذكرنا للكليات القداسة الطاهرة الفائقة البركات هي الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. بتوليتي مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب. لأن لك العزة ولك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين. نظرت أقاصي الأرض جميعها خلاص إلهنا. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرد لك هللويا. لنسجد في الموضع الذي فيه قامت قدمه. سوسوني ماسيثيو أناستاسك نكرون ψάλλον δάση αλληλούια. الله هو ملكنا منذ القدم صنع الخلاص في وسط الأرض. خلصنا يا ابن الله يا من قام من بين الأموات لنرد لك أللويا. ارتفع فالأمم وتعالى في الأرض. سوسوني ماسيثيو أناستاسك نكرون ψάλλον δάση αλληλούια. المجد للآب والابن والروح القدوس الآن وكل آوان وإلى دار الداهرين آمين. يا كلمة الله لابن الوحيد الذي لم يزل غير مائد لقد قابلت أن تتجسد من أجل خلاصنا من القديسة والدة الإله الدائمة البتولية مريم وتأنست بغير استحالة وصلبت أيها المسيح إلهنا وبموتك وطئت الموت وأنت لم تزل أحد الثالوث القدوس الممجد مع الأب والروح القدس خالصنا. بسلام إلى الرب نطلب. يا ليسون أعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا رب ارحم بعد ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا. بتوليتي مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا
وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب، لأنك إله صالح محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. ارفعوا الرب إلهنا واسجدوا عند موطئ قدمي. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك وارعهم وارفعهم إلى الأبد. أيها الرب إلهنا، خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك لخدمة مجدك. اجعل دخولنا مقرونا بدخول ملائكة قديسين يشاركون في الخدمة وفي تمجيد صلاحك، لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود. أيها الآب والابن والروح القدس واحفظ بقوتك صليبك جميع المختصين مانحا العالم
الرحمة العظمى. إنا نتوسل إليك بأوجاع القديسين التي كبدوها من أجلك أيها الرب المحب البشر، طالبين أن تشفي جميع أوجاعنا. بحلال الفاخرة من دمك تزين كريستوفورس المشهور والمكرم لدى الرب في السماوات مثل، فأنت الآن تسدو حبك للمخلص بتريساجيون، تصدع مع الملائكة شهداء للرب المخلص، تضر في خلاص عبيدك. إن أيقونتك المقدسة أيتها الأضراء الطاهرة الوسيطة لخلاصنا هي كنز في كنيسة القديسين إكتاريوس رئيس كهنة المسيح وملجأ أمينا، تنعم بالمواهب على كل المؤمنين في كل يوم، لهذا نسبحك بغير انقطاع يا عروس الله. إني أنا مدينتك يا والدة الليلة، أكتب لك رايات الغلبة يا جندي حاميا، وأقدم لك الشكر كمنقذ من الشدائد، لكن بما أن لك العزة لا تحارى، أعتقنا من أصناف الشدائد حتى أصرخ إليك إفراحي لأنك قدوس أنت يا إلهنا، وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. إلى الرب نطلب يا رب ارحم أيها الإله القدوس المستريح في القديسين الذي يسبح السرافين بأصوات ثلاثية التقديس ويمجده الشيروبين وتجد له جميع القوات السماوية، يا من أخرج كل الأشياء من العدم إلى الوجود وخلق الإنسان على صورته ومثاله وزينه بجميع مواهبه، يا من يمنح للطالب حكمة وفهما ولا يهمل الذي يكون ضد الوضع وقد أهل يا سيدنا نسجد ولقياماتك المقدسة نمجد لصليبك يا سيدنا ولقيامك
الذي لبث له قدوسا قويا المساوي له في الأزلية، قدوسا الذي لا يموت روح المعزين ولا يموت المستقر في الإبن، أيها الثالوث القدوس المجد لك نوم جيل لصليبك يا سيد نزول ولقيام الابن والروح القدس الأوان وإلى دهر الداهرين آمين. ولقياماتك المقدسة نوم مجد اطلع من السماء وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحان التي يمينك جرستها Ψον εξ ουρανού και είδεν και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και κατάρτισε αυτήν είναι φύτευσεν η δεξιάν σου. Εσύν είναι السماء يا رب يا رب وانظر وتعاهد هذه الكرمة واصلحا التي يمينك جرستها المقدسة نوم مجد
خالص المؤمنين. كيري يسون سون تو سف سفي إنا تو سف سفي. خلص المؤمنين يا رب خلص المؤمنين يا رب خلص الحسن العباد يا رب خلص الحسن Μακαριωτάτου, Θείωτάτου, τε και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και Πάσης Παλαιστίνης, Συρίας Αραβίας πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Ιών, πολλά τα έτη. Θεοφίλος, ο Λάμπου, Λάκδας, ο Τουμπαουίου, ο Ελγαζίλου, ο Λαχτυράμ, المقام من الله بطريركا على المدينة المقدسة أورشليم وسائر أعمال فلسطين سوريا العربية وعبر الأردن وقنا الجليل وصيون المقدسة أبونا وسيدنا لتكن سنوه عديدة. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. فلي نصغي إليك يا رب أصرف إلهي حكمة فاصم رسالة القديس بولس الرسول إلى العبرانيين. حكمة فلي نصغي يا إخوة إذ لنا رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات يسوع ابن الله فلنتمسك بالاعتراف لأن ليس لنا رئيس كهنة غير قادر أن يرتدي لأهواننا بل مجرب في كل شيء مثلنا ما خلا الخطيئة فلنقبل إذن بثقة إلى عرش النعمة لننال رحمة ونجد ثقة للإغاثة في أوانها فإن كل رئيس كهنة متخذ من الناس يقام لأجل الناس فيما هو لله ليقرب تقادم وذبائح عن الخطايا في إمكانه أن يشفق على الذين يجهلون ويضلون لكونه هو أيضاً متلبساً بالضعف ولهذا يجب عليه أن يقرب عن الخطايا لأجل نفسه كما يقرب لأجل الشعب وليس أحد يأخذ لنفسه الكرامة بل من دعاه الله كما دعا هارون كذلك المسيح لم يمجد نفسه ليصير رئيس كهنة بل الذي قال له أنت ابني وأنا اليوم ولدتك كما يقول في موضع آخر أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق.
سلام لك أيها القارئ ولكافة الشعب. هللويا هللويا هللويا. السلام لجميعكم ولروحك أيضا. المجد لك يا رب المجد لك. قال الرب: من أراد أن يتبعني فليكفر بنفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن أهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يخلصها. فإنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أم ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن من يستحي بي وبكلامي في هذا الجيل الفاسق الخاطئ، يستحي به ابن البشر متى أتى في مجد أبيه مع الملائكة القديسين. وقال لهم: الحق أقول لكم، إن قوما من القائمين هاهنا لا يذوقون الموت حتى يروا ملكوت الله قد أتى بقوته. أيها الرب الضابط الكل إله آبائنا، نطلب إليك فاستجب وارحم. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. يا الله بحسب عظيم رحمتك نطلب إليك فاستجب وارحم. يا ليسنك يا ليسنك يا ليسنك. وأيضا نطلب من أجل المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. وأيضا نطلب من أجل أبينا وبطريركنا ثيوفيلوس وأبينا ورئيس إلى أعوام عديدة يا سيد، وكل إخوتنا في المسيح. يا ليسون كي ليسون كي ليسون. أيها الرب إلهنا، تقبل من عبيدك هذا التضرع الابتهالي، ارحمنا بحسب كثرة رحمتك، واسبغ رأفاتك علينا وعلى كل شعبك المتوقع من لدنك الرحمة الغنية. لأنك أنت إله رحيم محب للبشر، وإليك نرفع المجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. صلوا أيها الموعوظون للرب، أيها المؤمنون من أجل الموعوظين لنطلب. يا رب ارحم. لكي يرحمهم الرب ويعظهم بكلمة الحق ويعلن لهم بشارة البر ويجعلهم متحدين بكنيسته المقدسة الجامعة الرسولية. خلص وارحم واعدد واحفظهم يا الله بنعمتك. يا ليسون. أيها الموعوظون احنوا رؤوسكم للرب. لك يا رب. أيها الرب إلهنا الساكن في السماوات المطلع على كل أعمالك، انظر إلى عبيدك الموعوظين الذين أحنوا أعناقهم أمامك، وامنحهم من النير الخفيف، اجعلهم أعضاء كريمة لكنيستك المقدسة، وأهلهم لحميم إعادة الولادة ولغفران الخطايا ولسربال عدم البلا،
حتى يعرفوك يا إلهنا الحق، لكي يمجدوهم أيضا معنا اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. يا كل الموعوظين اخرجوا، أيها الموعوظين اخرجوا، يا كل الموعوظين اخرجوا، لا يبقى أحد من الموعوظين، يا كل المؤمنين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أنت يا رب أريتنا سر الخلاص هذا العظيم، أنت أهلتنا نحن عبيدك الأذلاء غير المستحقين أن نصير خداما لمذبحك المقدس، فاجعلنا بقوة روحك القدوس كفؤا لهذه الخدمة، حتى نقف غير مدينين أمام مذبحك المقدس ونقدم لك ذبيحة التسبيح، لأنك أنت الفاعل كل شيء في الكل، وامنحنا أن تكون ذبيحتنا مرضية حسنة القبول لديك عن خطايانا وعن جهلات الشعب. أعضد وخلص وارحم، احفظنا يا الله بنعمتك حكمة. يا رب ارحم. لأنه ينبغي لك كل تمجيد وإكرام وسجود، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب. يا رب ارحم. أيها الإله، يا من افتقد ضيعتنا بالرحمة والرأفات وأقامنا نحن عبيده الخطأ الأذلاء غير المستحقين أمام مجده المقدس لنخدم مذبحه المقدس، أنت أيدنا بقوة روحك القدوس في هذه الخدمة، وامنحنا كلاما لدى فتح أفواهنا لنستدعي نعمة روحك القدوس على القرابين المزمعة أن تقدم. أعضد وخلص وارحم، واحفظنا يا الله بنعمتك حكمة. يا رب ارحم. حتى إذا كنا محفوظين بعزتك كل حين نرفع إليك المجد، أيها الآب والابن والروح القدس، الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. إلى الرب نطلب يا رب ارحمني، ليس أحد من المرتبطين بالشهوات والملاذ الجسدية مستحقا أن يتقدم إليك أو يدنو منك أو يخدمك يا ملك المجد، لأن خدمتك عظيمة الشأن رهيبة عند نفس القوات السماوية أيضا، ولكنك لمحبتك للبشر التي لا توصف ولا تحد صرت إنسانا بلا استحالة ولا تغير، وكنت لنا رئيس كهنة وسلمتنا الخدمة الكهنوتية لهذه الذبيحة غير الدموية، بما أنك سيد الكل، لأنك أنت وحدك تسود ما في السماوات وما في الأرض. أيها الرب إلهنا رب السرافيم وملك إسرائيل المستوي على العرش الشرومي، يا من هو وحده القدوس المستريح في القديسين، فإليك أبتهل أيها الصالح السميع وحده أن تنظر إلي أنا عبدك الخاطئ البطال، وتطهر نفسي وقلبي من الضمير الشرير، وتجعلني كفأً بقوة روحك القدوس وأنا لابس نعمة الكهنوت، لأن أتمثل لذا مائدتك هذه المقدسة وأخدم جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم، لأني إليك أتقدم حانيا عنقي وأطلب إليك، فلا تصرف وجهك عني ولا ترذلني من بين غلمانك، لكن أهلني لأن تقدم هذه القرابين على يدي، أنا عبدك الخاطئ غير المستحق، لأنك أنت المقرب والمقرب والقابل والموزع أيها المسيح إلهنا، وإليك نرفع المجد مع أبيك الذي لا بدء له وروحك الكلي قدسه الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. التهيروفين مستيكوسي كونيزون ديستيزوتي وطريالي كبريسايون لا تقضي إيسو هو تقضي سو هو أو 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 أ
مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسي ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل آوان وإلى دهر الداهرين آمين.
كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوت السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس المحتفل اليوم بعيد شفيعه مع إخوتنا رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة الشمامسة والرهبان والراهبات وكل إخوتنا في المسيح أخي وشريكي في الخدمة الإرشمندريت فينيديكتوس والشماس سوفرونيوس جميعكم مع جميع المسيحيين الحسن العبادة الأرثوذكسيين الموجودين معنا في هذه الخدمة والذين يشاهدوننا عبر وسائل التواصل مع جميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في جميع كنائس وأديرة المملكة مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والأحزان والشدائد والأسر والسجون والمعتقلات والزلازل والكوارث والأوبئة وجميع الذين طلبوا منا نحن غير المستحقين نصلي من أجلهم مع جميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من أحياء والذين على فكر كل واحد منكم مع جميع الذين في الضيقات وعلى فراش الأمراض في جميع أنحاء العالم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. أذكرني يا أخي وشريكي في الخدمة رئاسة كهنوتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. السالف رقادهم من البطاركة ورؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات البطريرك ثيوذروس المتروبوليت أريستوفولوس وقسطنطين ورئيس الأساقفة سيلفستروس مع جميع رؤساء الكهنة والكهنة المتوحدين والكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات الذين خدموا في جميع كنائس وأديرة المملكة مع جميع الذين سبقونا على رجاء القيامة والحياة الأبدية من أبائنا وإخوتنا وأجدادنا وجميع الذين ذكرت أسماءهم على المذبح المقدس من راقدين والذين على فكر كل واحد منكم مع عبيد الله زكي أمل رؤوف سيف بريسيلا مريان قيس طارق وجميع الذين على فكر كل واحد منكم ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين كهنوتك وشمسيتك ليذكر الرب الإله في ملكوته كل حين الآن وإلى دهر الداهرين طلباتنا للرب يا رب
كرم الموضوع إلى الرب نطلب إريال إيسو من أجل هذا البيت المقدس والذين يدخلون إليه بإيمان وورع وخوف الله إلى الرب نطلب إريال إيسو من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك يا إيسو أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة من الرب نسأل يا ملك سلام مرشدا امينا حافظا لنفوسنا واجسادنا من الرب نسأل استجب يا رب غفرانا خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل واسكن كريا الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل واسكن كريا نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل استجب يا رب تكون أواخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل استجب يا رب ذكرنا الكلية القداسة الطاهرة الفائقة البركات المجيدة أيتها الفائق قدسها والدة الإله خلصينا مريم مع جميع القديسين لنودع أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله لك يا رب أيها الرب إلهنا يا من خلقتنا وأتيت بنا إلى هذه الحياة وأريتنا طرقا للخلاص ووهبتنا إعلان أسرار سماوية أنت الذي جعلتنا في هذه الخدمة بقوة روحك القدوس فارتضي إذن يا رب أن نصير خداما لعهدك الجديد نخدم أسرارك المقدسة اقبلنا بحسب كثرة رحمتك لدى اقترابنا من مذبحك المقدس لنصير أهلا لأن نقدم لك هذه الذبيحة الناطقة غير الدموية عن خطايانا وعن جهلات الشعب حتى إذا تقبلتها على مذبحك السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب زكية ترسل لنا عوضها نعمة روحك القدوس اطلع علينا يا الله وانظر إلى عبادتنا هذه وتقبلها كما تقبلت قرابين هابيل وذبائح نوح ومحروقات إبراهيم وخدم موسى وهارون الكهنوتية وتقديمات صموئيل السلامية وكما تقبلت من رسلك القديسين هذه العبادة الحقيقية كذلك تقبل بفرد سراحك يا رب من أيدينا أيضا نحن الخطاة هذه القرابين حتى إذا استحققنا أن نخدم مذبحك المقدس غير ملومين ننال أجرة الوكلاء الأمناء الحكماء في يوم مجازاتك العادل الرهيب برافات ابنك الوحيد الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكلي القدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين السلام لجميعكم ولروحك لنحبنا بعضنا بعضا حتى نعترف باتفاق مقر يا ابن وابن وروح قدس ثالوث متساو في الجوار وغير منفصل الأبواب بحكمة
أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وأيضا يأتي بمجد ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبالروح القدس الرب المحي المنبثق من الآب الذي هو مع الآب والابن مسجود له مجد الناطق بالأنبياء بكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية وأعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وترجى قيامة الموت والحياة في الدار الآتي آمين لنقف حسنا لنقف بخوف لنصغي إلى تقديم القربان المقدس بسلام رحمة سلام ذبيحة تسبيح نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم ومع روحك لنرفع قلوبنا هي لنا عند الرب لنشكرن الرب لحق وواجب إنه لحق وعدل ولائق في الحقيقة بعظمة جلال قدسك أيها الكائن السيد الرب الإله الآب الضابط الكل المسجود له أن نسبحك ونمدحك ونباركك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك يا من أنت وحدك الإله الحقيقي وأن نقدم لك بقلب منسحق وبروح متضعة عبادتنا هذه الناطقة لأنك أنت منحتنا معرفة حقك ومن هو كفء لأن ينطق بجميع أن ينطق بجبروتك ويجعل كل تسابيحك مسموعة أو يخبر بجميع عجائبك في كل حين يا سيد الكل رب السماء والأرض وكل الخليقة المنظورة وغير المنظورة الجالس على عرش المجد والناظر الأعماق الذي لا بدء له غير المنظور غير الموصوف غير المدرك غير المستحيل أبا ربنا يسوع المسيح الإله العظيم والمخلص رجاؤنا الذي هو صورة صلاحك وختم مساو لك في الرسم موضح في ذاته إياك أيها الآب وهو الكلمة الحية والإله الحقيقي والحكمة التي قبل الدهور والحياة والتقديس والقدرة والنور الحقيقي الذي منه ظهر الروح القدس روح الحق وموهبة التبني وعربون الميراث المستقبل وبكورة الخيرات الأبدية والقوة المحية وينبوع التقديس الذي منه تتأيد كل خليقة ناطقة وعقلية فتعبدك وترفع لك التمجيد السرمدي لأن كل البرايا عبيدك فإنه إياك تسبح الملائكة ورؤساء الملائكة والعروش والربويات والرئاسات والسلاطين والقوات والشروبيم الكثيري العيون ولديك ماثلون السرافيم محتفين حولك لكل واحد منهم ستة أجنحة يحجب بجناحين وجهه وبجناحين رجليه وبجناحين يطير ويصرخون أحدهم نحو الآخر بأفواه لا تصمت وتماجيد لا تفتر بتسبيح الظفار مرنمين وهاتفين وصارخين وقائلين قدوس 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 رب السباوط ملأنة السماء والأرض من مجدك هوسانا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب هوسانا في الأعالي إن نهتف نحن الخطاة أيضا مع هذه القوات المغبوطة أيها السيد المحب البشر ونقول قدوس أنت حقا وكلي القداسة ولا قياس لجلال قدسك وبار أنت في كل أعمالك لأنك بعدل وحكم حق
جلبت علينا كل ما جلبت. فإنك أيها الإله لما جبلت الإنسان بأخذك تراب من الأرض وأكرمته بصورتك ووضعته في فردوس النعيم ووعدته بحياة خالدة وبتمتع بخيرات أبدية إذ حفظ وصيات، لكنه لما عصاك أيها الإله الحق خالقه وانقاذ إلى غواية الحية فأميت بزلاته، نفيته بحكمك العادل من الفردوس إلى هذا العالم يا الله، وأعدته إلى الأرض التي أخذ منها مدبرا له الخلاص بإعادة الولادة بمسيحك نفسه. فإنك لم تمقد جبلتك التي صنعتها أيها الصالح مقتا نهائيا، ولا نسيت عمل يديك، بل افتقدته على طرائق كثيرة بتحنن رحمتك، فأرسلت الأنبياء وصنعت قوات على أيدي قديسيك الذين أرضوك في كل جيل، وكلمتنا بأفواه عبيدك الأنبياء، فسبقت وأخبرتنا بالخلاص المستقبل، وأعطيتنا ناموسا يعيننا، وأقمت ملائكة تحرسنا، ولما حان كمال الأوقات كلمتنا بابنك نفسه الذي به صنعت الظهور، الذي هو شعاع مجدك وصورة أقنومك وحامل الكل بكلمة قدرته. فلذلك لم يعتد مساواته لك أيها الإله الآب اختطافا، ومع كونه إلها أزليا ظهر على الأرض وخالط الناس، وبتجسده من العذراء القديسة أخلى ذاته آخذا صورة عبد، فصار مساويا لنا في هيئة جسدنا الوضيع لكي يجعلنا مساوين له في صورة مجده. فإنه لما كان بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت، ارتضى ابنك الوحيد الكائن في أحضانك أيها الإله الآب أن يولد من امرأة هي والدة الإله القديسة الدائمة البتولية مريم، ويصير تحت الناموس فيقضي على الخطيئة بجسده، حتى إن الذين يموتون بآدم يحيون بمسيحك. فتردد في هذا العالم وأعطانا أوامر للخلاص وأبعدنا عن ضلالة الأوثان، وهكذا قدمنا إلى معرفتك أيها الآب الإله الحقيقي، مقتنيا إيانا لنفسه شعبا خاصا كهنوتا ملوكيا أمة مقدسة، وطهرنا بالماء وقدسنا بالروح القدس، وبذل نفسه فدية للموت الذي كان مستوليا علينا أرقاء تحت الخطيئة، وانحدر بالصليب إلى الجحيم ليمتلئ الكل منه، فحل أوجاع الموت وقام في اليوم الثالث، ففتح لكل ذي جسد طريق البعث من بين الأموات، إذ لم يكن ممكنا أن يضبط عنصر الحياة في البلا، فصار بكورة الراقدين وبكرا من بين الأموات لكي يكون هو الكل متقدم في كل الأشياء، وصعد إلى السماوات فجلس عن يمين جلالك في العلا، وهو سيأتي ليجازي كل واحد بحسب أعماله. وقد ترك لنا تذكارات ألامه الخلاصية التي نحن واضعوها الآن أمامك اتباعا لوصاياه، فإنه في الليلة التي أسلم فيها ذاته فدية عن حياة العالم، فيما كان مزمعا أن يخرج ماضيا إلى موته الطوعي المجيد المحيي، أخذ خبزا في يديه الطاهرتين المقدستين ورفعه إليك أيها الآب، وشكر وبارك وقدس وكسر، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: خذوا كل هذا هو جسدي الذي يكسر من أجلكم لمغفرة الخطايا. آمين. وكذلك أخذ الكأس من نتاج الكرمة ومزج وشكر وبارك وقدس، وأعطى تلاميذه الرسل القديسين قائلا: اشربوا من هذا كلكم، هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يهرق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطايا. آمين. هذا اصنعوه لذكري، فإنكم كل مرة تأكلون هذا الخبز وتشربون هذه الكأس
تخبرون بموتي وتعترفون بقيامتي، فإذ نحن متذكرون أيها السيد ألامه الخلاصية، صلبه المحيي ودفنه الثلاثي الأيام وقيامته من بين الأموات وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الإله الآب، ومجيئه الثاني المجيد الرهيب، التي لك مما لك نقدمها لك على كل شيء ومن جهة كل شيء، إياك نسبح، إياك نبارك، إياك نشكر يا رب، وإليك نطلب يا إلهنا. لأجل هذا أيها السيد الكلي قدسه نجسر نحن أيضا عبيدك الخطأ غير المستحقين الذين أهلنا لخدمة مذبحك المقدس، لا بالنظر إلى برنا، لأننا لم نصنع شيئا صالحا على الأرض، بل بمجرد مراحمك ورأفاتك التي أفضتها علينا بسخاء ندنو من مذبحك المقدس. وإذ وضعنا رسمي جسد ودم مسيحك المقدسين نطلب إليك ونسألك يا قدوس القديسين أن يحل بمسرة صلاحك روحك القدوس علينا وعلى هذه القرابين الموضوعة، ويباركها ويقدسها ويوضح. يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطئ وارحمني. وأما هذا الخبز فجسد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. بارك يا سيد هذه الكأس المقدسة. وأما ما في هذه الكأس فدم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم نفسه. آمين. باركهما كليهما يا سيد. المهرق من أجل حياة العالم وخلاصه. آمين. 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 وأما نحن المشتركين في الخبز الواحد والكأس الواحدة فاجعلنا كلنا متحدين بعضنا ببعض في شركة روح قدس واحد، ولا تجعل الاشتراك في جسد ودم مسيحك المقدسين لأحد منا لدينونة ولا لإدانته، بل اجعله لأن نجد رحمة ونعمة مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر، من الأجداد والآباء ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل والكرزة والمبشرين والشهداء والمعترفين والمعلمين والنساك وكل روح صديق توفي على الإيمان، أيتها العذراء التي قبلت بالملاك السلام وولدت خالقها، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك، خلص الذين يعظمونك. مثل كيريتو جورج بنديكتو الخيروس تبطروسكي بطريارخ ويمون ثيوفيلو بنديكتو يرموناخ سوفرونيو يوريكم أيوب يريوس وإليك إريناس موناخيس متتسينو ديس أفتيس سافا موناخو يا إلهنا وخاصة من أجل الطاهرة الكلية القداسة الفائقة البركات المجيدة سيدتنا والدة الإله دائمة البتولية مريم، إن البرايا بأسرها تفرح بك يا ممتلئة نعمة، محافل الملائكة وأجناس البشر أيتها الهيكل المتقدس ومع القديس يوحنا النبي السابق الناطق والقديسين المشرفين الرسل الكلية والقديس المجيد الرسول الكلية التي منها تجسد الإله وصار طفلا وهو إلهنا قبل الدهور لأنه صنع مستودعك عرشا وجعل بطنك أرحب من السماء، لذلك يا ممتلئ نعمة تفرح بك كل البرايا وتمجدك. وارحمهم يا إلهنا حيث يشرق نور وجهك،
وأيضا نطلب منك يا رب أن تذكر كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية الممتدة من أطراف المسكونة إلى أطرافها التي اقتنيتها بدم مسيحك الكريم وامنحها السلام، وثبت هذا الدير المقدس إلى منتهى الدهر. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين لأجلهم والذين بواسطتهم قدمت والأسباب التي قدموها لأجلها. أذكر يا رب الذين يثمرون والذين يعملون في كنائسك المقدسة والذين يفتقدون المساكين، وكافئهم بمواهبك الغنية السماوية وهبهم عوض الأرضيات السماويات وعوض الوقتيات الأبديات وعوض الفانيات الباقيات. أذكر يا رب الذين في البراري والجبال والمغاور وكهوف الأرض. أذكر يا رب العائشين في البتولية والتقوى والنسك والسيرة الحميدة. أذكر يا رب ملوكنا المؤمنين الحسن العبادة الذين ارتديت أن يملكوا على الأرض. كللهم بسلاح الحق بسلاح رضوانك، وظلل على رؤوسهم في يوم القتال. ارفع يمينهم وأيد ملكهم، واخضع لهم كل الأمم البربرية القاصدة الحروب. هبهم سلاما وطيتا لا يتزع، بث في قلوبهم الخير والصالح لكنيستك ولكل شعبك، لكي نقضي في ظل أمنهم عمرا مطمئنا هادئا على تمام حسن العبادة والتهذيب. أذكر يا رب كل رئاسة وسلطان وإخوتنا الذين في البلاط وكل المعسكر. احفظ الصالحين بصلاحك واصلح الأشرار بخيريتك. أذكر يا رب الشعب الواقف حولنا والذين يتابعون والمتخلفين عنا لأسباب مرضية لديك، وارحمهم وإيانا بحسب كثرة رحمتك. املأ خزائنهم من كل الخيرات، احفظ جيزاتهم في سلام ووفق ووئام. رب الأطفال ونمهم، هذب الأحداث، شدد الشيوخ، عز الصغيرين نفوس، اجمع المتشتدين، رد الضالين ودمهم إلى كنيستك المقدسة الجامعة الرسولية. اعتق المعذبين بالأرواح النجسة التي تعذبهم، رافق المسافرين في البر والبحر والجو. اعتني بالأرامل، اعضد اليتامى، انقذ الأسرى واشفي المرضى. اذكر اللهم الذين في المحاكم والمناجم والمنافي والعبودية المرة والضيقات والشدائد والكوارث المتنوعة والأوبئة وكل المفتقرين إلى تحننك العظيم، والذين يحبوننا والذين يبغضوننا والذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم. اذكر أيها الرب إلهنا كل شعبك، واسبغ على الجميع رحمتك الغنية، مانحا إياهم كل ما يطلبونه للخلاص. وأما الذين لم نذكرهم نحن، إما عن جهل بهم أو عن نسيان أو لكثرة الأسماء، فاذكرهم أنت يا الله العالم بسن وأسم كل إنسان والعارف كل إنسان من جوف أمه. فإنك أنت يا رب عون الذين لا عون لهم، ورجاء اليائسين، ومنقذ المكابدين أهوال الشتاء، وميناء المسافرين في البحر، وطبيب المرضى. كن أنت الكل الكل، يا عالما بكل إنسان وبغيته وكل بيت وحاجته. نجي يا رب هذا الدير المقدس وهذه البطريركية والأبرشية والوطن وهذه المدينة وكل المدن والقرى من الجوع والوباء والزلازل والغريق والحريق والسيف، ومن غارات الغرباء والحروب الأهلية. أذكر يا رب جميع الأساقف المستقيمي الرأي، القاطعين كلمة حقك باستقامة. أذكرني أنا أيضا غير المستحق بحسب كثرة رأفاتك، واغفر لي كل ذنوب الطوعية والكرهية، ولا تمنع بسبب خطاياي نعمة روحك القدوس عن هذه القرابين الموضوعة. أذكر يا رب الكهنة والخدام في المسيح وكل الطغمات الكهنوتية، ولا تخزي أحدا منا نحن المحيطين بمذبحك المقدس. افتقدنا يا رب خيريتك وتجلى لنا برأفتك الغنية. هبنا الأهوية معتدلة نافعة، جد علينا بأمطار معتدلة صالحة لخصب الأرض. بارك إكليل سنة خيريتك، كف شققات الكنائس، أخمد تشامخ الأمم وإعجابهم، اقمع ثورات البدع سريعا بقوة روحك القدوس. اقبلنا جميعا في ملكوتك، جاعلا إيانا أبناء للنور أبلاء للنهار.
هبنا سلامك ومحبتك أيها الرب إلهنا، فإنك أنت منحتنا كل شيء. عظيم هو اسم الثالوث القدوس، أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس، أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. عظيم هو اسم الثالوث القدوس، أيتها الفائق قدسها والدة الإله أعينينا. الذين قدموها والذين قدمت من أجلهم، أذكر يا رب عبيدك جميع الكهنة في البطريركية وفي كل كنائس المملكة، وجميع الذين أوصونا نحن غير المستحقين أن نصلي من أجلهم، مع جميع الذين في الضيقات والأمراض والأحزان والشدائد. أذكر يا رب عبدك الأب أيوب الذي يحتفل بيوم صيامته، مع جميع الكهنة والخدام في المسيح والأم إيرينيا وأخويتها في المسيح، وجميع الذين يخدمون ويتعبون ويرتلون في جميع كنائس وأديرة المملكة. أذكر يا رب أولاً أبانا وبطرياركنا ثيوفيلوس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام، مفصلاً كلمة حقك باستقامة. أذكر يا رب أولاً أبانا ورئيس كهنتنا خريستوفوروس، هبه لكنائسك المقدسة بسلام صحيحاً معافاً مكرماً مديد الأيام، مفصلاً كلمة حقك باستقامة. أهلنا جميعاً كافةً جميعهم وجميعهن، وأعطنا أن نمجد بفم واحد وقلب واحد ونسبح اسمك الكلي الإكرام العظيم الجلال أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. ولتكن مراحم الإله العظيم مخلصنا يسوع المسيح مع جميعكم. ومع روحك أعطاك المسيح رب الهبات أن تصنع حتى بعد موتك المعجزات، فمن بقاياك نستمد نعمك شريفا في الحياة مجيدا في الممات. بعد ذكرنا جميع القديسين أيضا وأيضا بسلام إلى الرب نطلب من أجل هذه القرابين المكرمة التي قدمت وقدست إلى الرب نطلب يا رب ارحم، من أجل أن إلهنا المحب البشر الذي تقبلها على مذبحه السماوي العقلي المقدس لرائحة طيب روحاني زكي، يرسلوا لنا عوضها النعمة الإلهية وموهبة الروح القدس نطلب من أجل نجاتنا من كل ضيق وغضب وخطر وشدة إلى الرب نطلب يا رب ارحم، اعضد وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك أن يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئات من الرب نسأل. استجب يا رب. ملك سلام مرشدا أمينا حافظا لنفوسنا وأجسادنا من الرب نسأل. فراسكم كريم. غفرنا خطايانا والصفح عن ذنوبنا من الرب نسأل. استجب يا رب. الصالحات والموافقات لنفوسنا والسلام للعالم من الرب نسأل. فراسكم كيريا. أن نقضي بقية زمان حياتنا بسلام وتوبة من الرب نسأل. فراسكم كيريا. أن تكون آخر حياتنا مسيحية سلامية بلا حزن ولا خزي وجوابا حسنا لدى منبر المسيح المرهوب نسأل. استجب يا رب. بعد سؤالنا الاتحاد في الإيمان وشركة الروح القدس لنودع عنا أنفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الإله. لك يا رب. أنت يا إلهنا إله الخلاص، علمنا أن نشكرك حق الشكر على إحساناتك التي صنعتها والتي تصنعها معنا.
أنت يا إلهنا يا من قبل هذه القرابين طهرنا من كل الأدناس الجسدية والروحية، وعلمنا أن نتم القداسة بخشيتك حتى إذا حصلنا على نصيب في مقدساتك بشهادة من ضمائر نقية نتحد بجسد مسيحك ودمه المقدسين، وإذا اقتبلناها عن استحقاق نحو المسيح ساكنا في قلوبنا ونصير هيكلا لروحك القدوس. نعم يا إلهنا، لا تجعل أحدا منا غريما لأسرارك هذه الرهيبة السماوية، لا ضعيفا لا نفسا ولا جسدا بتناوله إياها على غير استحقاق، بل امنحنا أن نقتبل إلى آخر نسمة من حياتنا النصيب في مقدساتك عن استحقاق، زادا للحياة الأبدية وجوابا حسن القبول لدى منبر مسيحك المرهوب، لكي نصير نحن أيضا مع جميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر شركاء في خيرياتك الأبدية التي أعددتها للذين يحبونك يا رب. وأهلنا أيها السيد أن نشعر بدالة على أن ندعوك أبا غير مدينين أيها الإله السماوي، ونقول أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا الجوهري أعطنا اليوم، واترك لنا ما علينا كما نترك نحن لمن لنا عليه، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، لأن لك الملك والقدرة والمجد أيها الأب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. السلام لجميعكم ولروحك، لنحني رؤوسنا للرب لك يا رب. أيها السيد الرب أبو الرأفات وإله كل تعزية، بارك الذين أحن لك رؤوسهم، قدسهم واحرسهم وحصنهم وقوهم، ابعدهم عن كل عمل شرير وضمهم إلى كل عمل صالح، اجعلهم مستحقين للاشتراك في أسرارك هذه الطاهرة المحية بلا دينونة لغفران الخطايا ولشركة الروح القدس. بنعمتي ورافات ابنك الوحيد ومحبته للبشر الذي أنت مبارك معه ومع روحك الكل قدس الصالح المحيي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. أيها الرب يسوع المسيح إلهنا، اصغي من مسكنك المقدس من عرش مجد ملكك، وهلم لتقديسنا أيها الجالس مع الآب في العلا والحاضر معنا ها هنا غير منظور، أهلنا لتناول جسدك الطاهر ودمك الكريم بيدك العزيزة ومناولته بنا لكل شعبك. يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، يا الله اغفر لي أنا الخاطي وارحمني، أرفعك يا ربي وإلهي. المقدسات للقديسين، قدوس واحد رب واحد يسوع المسيح لمجد الله الآب آمين. أيها المسيح اقبل ابتهالا من شفاه دنسة وقلب مرذول ولسان غير طاهر ونفس متدنسة، ولا ترفض أقوالي ولا تصرفاتي ولا وقاحتي، بل هبني أيها المسيح أن أتكلم مجاهرا بما قدرت أيته، وبالأجدر علمني ما يجب أن أصنع وأقول. قد أخطأت أكثر من الزانية التي إذ علمت أين مقرك ابتاعت طيبا فأتت بجسارة لتدهن قدمي. أيها المسيح سيدي وإلهي، فكما لم تقسي تلك لما أتت إليك من صميم قلبها، لا تقسني وأنا أيضا أيها الكلمة، بل امنحني أن أمسك قدميك وأقبلهما وادهنهما بجسارة بمجاري الدموع مثل طيب جزيل الثمن. اغسلني بدموعي وطهرني بها أيها الكلمة، واصفح عن زلاتي وامنحني المسامحة، لأنك عارف كثرة شروري وعالم بجراحاتي وملاحظ كلومي، لكنك عارف أيضا إيماني ونظر نشاطي وسامع تنهدي، ولا يخفى عليك يا إلهي وصانعي ومنقذي قطرة من دموعي ولا جزء من القطرة، وقد عرفت عيناك عدم عملي وفي كتابك مكتوبا ما لم أفعله بعد أيضا، فانظر إلى ذلي وتعبي ما أكثر مقداره، واغفر لي خطاياي جميعها يا إله الكل
لكي بقلب طاهر وذهن مرتعد ونفس ملتحقة أتناول أسرارك الطاهر الكلية نقاوتها التي بها يتأله ويحيا كل من يأكلها ويشربها بقلب نقي، لأنك أنت قلت أيها السيد من يأكل جسدي ويشرب دمي هذا يثبت فيه وأنا فيه، فقول سيدي وإلهي هو صادق على كل حال، لأن من يساهم النعم الإلهية والمؤلهة ليكن وحده حاشا، بل معك أيها المسيح ضوء الشمس المثلثة المنير العالم، فلكي لا أكون وحدي منفصلا منك يا مانح الحياة ويا نسمتي وحياتي وبهجتي وخلاص العالم، لذلك تقدمت إليك كما أنت ناظر بدموع وبنفس منسحقة طالبا أن أستمد نجاة زلاتي وأتناول بغير دنونة أسرارك المانحة الحياة البريئة من العيب، لكي تثبت معي أنا المثلث الشقاوة كما قلت، كي لا يجدني المضل منفصلا عن نعمتك فيختطفني بغش ويضلني مبعدا إياي عن أقوالك المؤلهة، لأجل ذلك أثر لديك وبحرارة أهتف إليك كما قبلت الابن الشاطر والزانية لما أتت إليك، هكذا اقبلني أيها الرؤوف أنا الزاني والشاطر، لأن أيها المخلص بتقدمي إليك الآن بنفس المستحقة أعلم أنا ليس أحد غيري أخطأ إليك كما أخطأت أنا ولا فعل الأفعال التي فعلتها أنا، لكنني أعلم هذا أيضا أن لا عظم الزلات ولا كثرة الخطايا تفوق طول أناتك الكثيرة ومحبتك للبشر القصوى يا إلهي، لكنك تطهر وتبهج التائبين بحرارة بزيت الترثي والإشفاق جعلا إياهما مشاركين نور ومساهمي لاهوتك بغزارة وسخاء، والأمر المستغرب عند الملائكة وأذهان البشر هو مخاطبتك لهم دفعات كثيرة كمحبيك الخصيصين، فهذه أيها المسيح تصيرني جسورا، هذه تجنحني وتجعلني واثقا لإحساناتك الغنية، فأتناول النار فرحا ومرتعدا معا إذ أني عشب، وذلك لعجب غريب إذ قد أتدنى بحال لا يوصف مثل العليقة قديما المضطرمة بغير احتراق، لذلك بعزم شكور وقلب متيقظ وبأعضاء نفسي وجسد الشاكرة أجد لك وعظمك ومجدك يا إلهي بما أنك مبارك الآن والدهور أمين، أجد لك وعظمك ومجدك يا إلهي بما أنك مبارك الآن والدهور أمين، أجد لك وعظمك ومجدك يا إلهي بما أنك مبارك الآن والدهور أمين. أيها الرب يسوع المسيح حكمة الله وسلامه وقوته، يا من أنت وحدك نقي وعادم الفناء، يا من لأجل حنو محبتك للبشر التي لا توصف أخذت جبلتنا بكمالها من دماء البتول النقية التي ولدتك ولادة تفوق الطبيعة بحلول الروح الإلهي ومسرة الآب الأزلي، يا من بحسب البشرة التي أخذتها تضيت الألام المحية الخلاصية الصليب والمسامير والحرب والموت أمت أهواء جسد المفسدة للنفس، يا من بدفنك سبيت مملكة الجحيم ادفن بالأفكار الصالحة مشورات الردية وشتت عني أرواح الخباثة، يا من بقيامتك المحية ذات الثلاثة الأيام أقمت الجد الأول الذي سقط أقمني أنا الزالق بالخطيئة واضعا لوجوه التوبة، يا من بصعودك المجيد ألهت البشر التي أخذتها وشرفتها بالجلوس من عن يمين الآب أهني بتناول أسرارك المقدسة لنوال حظ المخلصين الأيمن، يا من بحضور الروح المعزي صنعت تلاميذك الأطهار آنية كريمة أوضحني إناء لوروده، يا من أنت مزمع أن تأتي أيضا لتدين المسكون بالإنصاف ارتضي يا صانعي وجابلي لأني وأنا أيضا أستقبلك في الصحب مع كل قديسيك لكي بغير فتور أمجدك أمجدك وأسبحك مع بيك الذي لا ابتداء له وروحك الكلية قدسه الصالح والمحي الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين أمين. أيها المسيح تغاضى واترك واصفح لي عن ذنوب كلها التي أخطأتها إليك كان بالقول أو بالفعل أو بالفكر طوعيا أو كرهيا بمعرفة أو بغير معرفة، فاعفو واغفر واصفح لي عنها كلها أنك الصالح والمحب البشر، شفاعة والدتك الكلية الطهارة وخدامك العقليين والقوات المقدسة وجميع القديسين الذين أرضوك منذ الدهر ارتضي أن أقبل جسدك المقدس الطاهر ودمك الكريم بغير دينونة لشفاء النفس والجسد ولمحو أفكار الشريرة، لأن لك الملك والقوة والمجد مع أبيك وروحك القدوس الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين آمين. لقد وقفت أمام أبواب هيكلك من الأفكار الرديئة لم أنفصل، لكن أنت أيها المسيح الإله يا من برر العشار ورحم الكنعانية فتح للص أبواب الفردوس
افتح لي حنو محبتك للبشر، واقبلني متقدما إليك ولامسا إياك كمثل الزاني والنازفة الدم، لأن أما هذه فبلمسها هدبى ثوبك نالت الشفاء بأيسر مرام، وأما تلك فبإمساكها قدميك الطاهرتين نالت حل خطاياها. وأما أنا الذي يرثى لي فبتجاسري على أن أقبل جسدك بجملتي لا أحترق، بل اقبلني مثل هاتين وأنا الحواس نفسي، وألهب جراثيم خطيئتي بشفاعات التي ولدتك بغير زرع والقوات السماوية، لأنك مبارك إلى أبد الدهور. آمين. تناول. إني أؤمن يا رب وأعترف بأنك أنت في الحقيقة المسيح ابن الله الحي، وأنك أتيت إلى العالم لتخلص الخطأ الذين أنا أولهم. أؤمن أيضا أن هذا هو جسدك الطاهر نفسه، هذا هو دمك الكريم بعينه، فأطلب إليك أن ترحمني وتغفر لي زلات الطوعية والكرهية التي بالقول والتي بالفعل، التي عن معرفة والتي عن جهل، وألني أن أشترك في أسرارك الطاهرة بلا دينونة، غفران الخطايا وللحياة الأبدية. آمين. أنا ذا أسعى ماضيا إلى الشركة الإلهية، فلا تحرقني بالمساهمة يا جابلي، فإنك نار تحرق غير المستحقين، بل طهرني من كل وصمة. بني اليوم شريكا في عشائك السرية مع الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا. كرني يا رب، كرني يا سيد، كرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتعد أيها الإنسان عند نظرك الدم المؤله، لأنه جمر يحرق غير المستحقين. إن جسد الإله يؤلهني ويغذيني، يؤله الروح ويغذي العقل على منوال غريب. لقد أشغفتني بشوقك أيها المسيح، وحولتني بعشقك الإلهي، فاحرق خطاياي بالنار غير الهيولية، وأهلني أن أمتلئ تنعما بك، لكي وأنا متهلل أعظم حضوريك أيها الصالح. في بهاء قديسيك كيف أدخل أنا غير المستحق؟ فأني إن تجرأت على الدخول معهم إلى الخدر يبكتني لباسي، لأنه ليس هو لباس العرس، وأطرد من الملائكة مغلولا. فطهر يا رب دنس نفسي وخلصني، بما أنك محب للبشر. أيها السيد المحب البشر رب يسوع المسيح إلهي، لا تصر لي هذه القرابين لدينونة بسبب عدم استحقاقي، بل لتطهير النفس والجسد ولتقديسهما ولعربون الحياة الآتية والملكوت المستقبل. أما أنا فصالح لي الالتصاق بالله، وأنا أجعل رجاء خلاصي على الرب. بني اليوم شريكا في عشائك السري ابن الله، لأني لست أبوح بسرك لأعدائك ولا أعطيك قبلة غاشة مثل يهوذا، لكن كاللص يعترف لك هاتفا. اذكرني يا رب، اذكرني يا سيد، اذكرني يا قدوس متى أتيت في ملكوتك. ارتسم علينا نور وجهك يا رب، هللويا. ارتسم علينا باسم الرب. الرهبة كاترينا، جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لمغفرة خطاياك والحياة الأبدية وشفاء النفس والجسد.
يناول عبد الله الراهب صابة جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك، الحياة الأبدية، شفاء النفس والجسد. يناول عبد الله حسام جسد ودم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لمغفرة خطاياك، الحياة الأبدية، شفاء النفس والجسد. إن هذه قد لمست شفتاكم فتطهر خطاياكم وتمحو أثامكم. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. خلص يا رب شعبك وبارك ميراثك. ارتفع اللهم إلى السماوات ومجدك على كل الأرض. وامنح ملوكا المؤمنين. الغلبة على البربر. واحفظ بقوة صليبك جميع المختصين بك. بوريس. كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. ليمتلئ فمنا من تسبيحتك يا رب لكي نسبح مجدك، لأنك أهلتنا للاشتراك بأسرارك المقدسة. احفظنا في قداستك لهجين طول النهار ببرك. هللويا هللويا هللويا. قد تناولنا أسرار المسيح الإلهية المقدسة الطاهرة غير المائدة السماوية المحيية الرهيبة، فلنستقم ونشكر الرب حق الشكر. نشكر الرب دائما. اعوض وخلص وارحم واحفظنا يا الله بنعمتك. يا ليس بعد سؤالنا ان يكون نهارنا كله كاملا مقدسا سلاميا وبلا خطيئة، لنودع انفسنا وبعضنا بعضا وكل حياتنا للمسيح الاله. لك يا رب. نشكرك ايها الرب الهنا على تناول أسرارك المقدسة الطاهرة السماوية غير المائتة التي منحتنا إياها إحسانا وتقديسا وشفاء لنفوسنا وأجسادنا. فأنت يا سيد الكل هب أن تكون لنا شركة جسد ودم مسيحك المقدسين لإيمان غير خازن ولمحبة بلا رياء وللامتلاء من الحكمة ولشفاء النفس والجسد وطرد كل مضاد والعمل بوصياك ولجواب مقبول لدى منبر مسيحك المرهوب. لأنك أنت هو تقديسنا وإليك نرفع المجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين. لنخرج بسلام إلى الرب نطلب. كليسون دسبوتاي إفلويسون. يا رب يا رب يا من يبارك الذين يباركونه ويقدس الذين يتوكلون عليه، خلص شعبك وبارك ميراثك، احفظ كمال كنيستك، قدس الذين يحبون جمال بيتك، أنت شرفهم عوضا عن ذلك بقدرتك الإلهية، ولا تخذلنا نحن المتوكلين عليك. هب السلام لعالمك، لكنائسك، للكهنة ولملوكنا ولجنودهم ولكل شعبك، فإن كل عطية صالحة وكل موهبة كاملة هي من العلا منحدرة من لدنك يا أبا الأنوار. وإياك نرفع الشكر والمجد أيها الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. أمين. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا من الآن وإلى الدهر. من الآن وإلى الدهر. ليكن اسم الرب مباركا. لقد تم وانتهى على قدر طاقتنا سر تدبيرك أيها المسيح إلهنا، فإننا قد حصلنا على تذكار موتك ونظرنا رسم قيامتك وامتلأنا من حياتك التي لا منتهى لها
وتمتعنا بنعيمك الذي لا ينفذ، فارتضي أن نستحقه كلنا في الدهر الآتي أيضا بنعمة أبيك الذي لا بدء له وروحك القدوس الصالح والمحيي الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. أمين. إلى الرب نطلب. بركة الرب ورحمته تحلان عليكم بنعمته الإلهية ومحبته للبشر كل حين الآن وكل وان وإلى دهر الداهرين. آمين. المجد لك يا إلهنا ورجاؤنا المجد لك. مجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل وان ولا دهر الداهرين. آمين. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. بسم الرب بارك أيها السيد القديس. أيها المسيح إلهنا الحقيقي، يا من قام من بين الأموات لأجل خلاصنا، أنت بشفاعة أمك القديسة سيدتنا والدة الإله الدائمة البتولية مريم بقوة الصليب الكريم المحيي، والذي نقوم اليوم سجودا له بنعمة القبر المقدس القابل الحياة، بطلبات القوات السماوية العقلية الإلهية العديمة الأساد، وبتدرعات النبي الكريم السابق المجيد يوحنا المعمدان، والقديسين المشرفين الرسل الكلي مذيحهم 72، والقديس المجيد الرسول الكلي مذيحه يعقوب أخي الرب أول رؤساء أساقفة أورشليم، والقديس نكتاريوس أسقف المدن 5 شفيع هذه الكنيسة المقدسة، والقديسين المجيدين الشهداء الحسن الظفر، والقديس العظيم في الشهداء خريستوفوروس، وأمنا البارة مريم المصرية، وأبائنا الأبرار المتوشحين بالله، والقديسين المشرفين الملكين المعظمين المتوجين من الله المعادلي الرسل قسطنطين وهيلاني، والقديسين عدمي الفضة وشافي المرضى كوزما وذميانوس كيروس ويوحنا بندليئيمون وإرمولاوس، والقديس نيكيفوروس الأبرس والقديس إفرام، والقديسين الصديقين جدي المسيح الإلهي وأكيم وحني، وأبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير رئيس أساقفة قيصرية الكابادوك المظهر الأمور الإلهية والذي أقمنا خدمة قداسه الإلهي، وتذكار القديسين 40 شهيدا المستشهدين في سباستيا الذين نقيم تذكارهم اليوم، وجميع قديسيك ارحمنا وخلصنا سيدنا رئيس كهنتنا احفظه يا بين القديسين أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. سيدنا القديس أيها الرب يسوع المسيح إلهنا ارحمنا وخلصنا. آمين. الثالوث القدوس ليحفظكم أبنائي جميع أيام حياتكم وسنيكم عديدة ومباركة وبالقداسة. أبنائي كل سنة وأنتم سالمين اليوم. اليوم الكنيسة بتبرز لنا في وسطها الصليب، وهو الآن في وسط العالم. في هاي اللحظات الصليب عماله بيظلل الأردن كلها، ومش بس الأردن ولكن البلاد المقدسة فلسطين والقدس الحبيبة وكل العالم بأسره. نعمة وبركة الصليب في هاي اللحظات بتظلل العالم كله حتى تحميه وتحكي لكل واحد منا ما تخافوا، ثقوا في المسيح القائم من بين الأموات اللي هو بحمينا وهو معنا. هاي تجربة ورح تمر، ولكن اليوم بس بدي أحكي لكم شيء واحد بعيد الصليب، وباقي الأمور رح يتكلم فيها قدس أبونا الإرشمدريت فينيديكتوس اليوم المساء بصلاة الغروب الخشوعية اللي رح نعملها اليوم المساء، رح يوعظ عن عيد الصليب. ولكن أنا حابب بس أحكي لكم شيء واحد أبنائي، اللي بدي أحكي لكم إياه مش مني، حتى من القديس لوقا الطبيب. بحكي القديس لوقا الطبيب إذا انتشر وباء
لأنه هو كان طبيب وكان وعى وأدرك بالفعل بالواقع إنه الشفاء ومعالجة والعمليات وكل إشي بتم لا يتم فقط بإيد الطبيب ولكن يد الله هي اللي تتمم كل شيء. فبحكي بحكي إذا صار وباء أو مرض استعملوا شيء واحد وسألوه إيش رح نستعمل، حكى وبحكي لنا اليوم وأنا بحكي لكم، بحكي استخدموا المي المقدسة. المي المقدسة هي درع وقاية وحماية. أنا بعرف في بيوت كثيرين ما موجودة منكم وعندكم المي المقدسة، واللي ما عنده رح ينأمن له. واليوم نحن المساء رح نعمل صلاة تقديس مي كمان، حتى إمتى رح يتاح إلنا المقدرة إنه نطلع بسيارة حتى نرش كل مدننا وقرانا من خلال الآباء الموجودين في كل المناطق، الموجودين في كل مناطق المملكة رح يطلعوا الآباء ويرشوا المدن والقرى بالمي المقدسة. ولكن أنتوا كمان اشربوا كل يوم الصبح على الريق مي مقدسة. بعرف في هاي الأيام يمكن مش رح نتمكن إنكم بسبب منع التجول إنكم تيجوا على الكنيسة حتى تتناولوا، خذوا مي مقدسة يومياً الصبح على الريق. وخلال الأسبوع القادم رح نرتب كمان موضوع المناولة كيف رح تتم وكيف رح تصير ببركة ربنا. بدي منكم ما تهكلوا هم شيء بالأمور الروحية، الأمور الروحية أسقفكم وكهنتكم موجودين حواليكم بحبوكم، ودائماً رح نرتب لكم كل إشي للي بده يتناول واللي بده أي إشي هو بيحتاجه. ما تهكلوا هم شيء، أنتوا فقط خلي إيمانكم قوي في ربنا، صلوا، استدعوا القديسين والقديسات هاي الأيام، ومنهم القديسين عديم الفضة وشافي المرضى، مع القديس لوقا الطبيب، مع رؤساء الملائكة، مع القديس نيكيفوروس الأبرس، ومع كثيرين من القديسين اللي هم بهاي اللحظات شغالين كثير في العالم. لو ما هم موجودين وشغالين كانت الوباء كان رح يكون كثير 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 أكثر، ولكن الحمد لله نحن بخير. ومع كل الجهود اللي بتقوم فيها دولتنا، اللي حقيقة بحب من هون كمان من الكنيسة أوجه حقيقة شكر لجلالة سيدنا الملك، لكل الحكومة، للوزارات وبالأخص وزارة الصحة، وزير الصحة، كل الأجهزة الأمنية، جيشنا، على كل عمل بيقوموا فيه. حقيقة أعطوا قدوة للعالم بأكمله، دول متقدمة، دول حضارية وعصرية ما قدرت تعمل اللي بتعمله الأردن بهاي اللحظات. ربنا يباركهم وربنا يعطيهم القوة حتى يستمروا. ونحن أبنائي علينا مهمة، كلنا أبناء الوطن، كل واحد يتحمل مسؤوليته إنه يطيع قرارات الدولة بهاي الفترة، وبالأخص عدم الخروج من البيوت إلا للضرورة، لما يسمح إمتى نخرج من البيوت، فقط للضرورة، بدون الخلع، بدون الهلع، الخوف. كل إشي موجود في البلد الحمد لله، وأكثر شيء نعمة ربنا هي محاطة بلدنا، لأنه بلدنا جزء من الأماكن المقدسة. فعشان هيك أبنائي خلينا نكون نحن منتبهين ونكون بسلام. كمان اليوم ببركة الصليب بحب أشكر كل التيم والفريق اللي هو وراء الكاميرات اللي أنتوا ما بتشوفوه ولكن يسوع شايفه من فوق، اللي هو موجود معنا في هاي الأيام، موجود هون عنا مقيم في المطرانية وعماله بيغطي كل هاي الصلوات لإلكم حتى توصل إلكم أبنائي. هذا الفريق ربنا يباركه، وبالطبع برأسه قدس أبونا الشماس الحبيب سوفرونيوس. ربنا يباركهم كلهم هدول اللي بيعملوا بهاي اللحظات، حتى القداس الإلهي، الخدم الليتورجية والكلمات الإلهية توصلكم أنتوا كلكم أبنائي وبناتي. نعمة المسيح تكون معكم، قوة الصليب تحميكم، وكل سنة أنتوا سالمين بالخير بالنعمة والبركة بشفاعة أمنا الفائقة القداسة ببركة الصليب وجميع القديسين والقديسات. أمين. سلمت سلمين.